choose the right answers A, B or C to complete the following. مطلوب منا هلا طلابي عم بيقول السؤال choose اختر the right answers الأجوبة الصحيحة A, B أو C إما A أو B أو C مثل ما شفنا بالمذاكرة to complete the following لتكمل التالي. طيب الجملة الأولى سوريا is rich in is a rich country in سوريا بلد غني بإيش history ولا culture ولا both A and B من يجاوب yes yes ابتسام تفضلي يا ابتسام إسراء تفضلي إسراء أستاذ الجواب بي كلوتر أنا موجود أستاذ ريكتر جواب السي التنتين أستاذ الجواب تمام الجواب التنتين both A and B both A and B كل من A وال B يعني إذا شفته بالسطر الأول لاحظنا بالمقطع قال سيريا is rich country in history and culture بيش بالتاريخ والثقافة يعني التاريخ صح والثقافة صح لكن الأصح أنه هو شو هي غنية في كل من التاريخ والثقافة أوكي ممكن يجيك سؤال ممكن أوكي تمام طلابي طيب ننتقل للجملة البعدة It's very فراغ in Syria إنه شو tiring متعب ولا interesting ولا cold barred in Syria يس محمد أستاذ interesting أحسنت interesting It's interesting إنه ممتع في سوريا يعني أمر ممتع في سوريا طبعا هو بالنص مكتوب It's never boring في سوريا لا يوجد ملل في سوريا يعني إنه ممتع طيب ثلاثة The central and eastern part of Syria includes Central الأوسط and eastern part الجزء الأوسط والشرقي من سوريا يتضمن ماذا يتضمن Dry land أرض جافة ولا fertile soil تربة خصبة ولا سي بحر Yes, من يجاوب؟ من هو answers؟ غزالة تفضلي. نعم. نعم أستاذ. أستاذ B فراغ. Fertile soil. العمول بالجزء الأوسط والشرقي من سوريا يعني هاي منطقة صحراء. اللاذقية أستاذ. نعم. الأوسط أي أستاذ A. أحسنتي. A أول خيار. إذا dry land أرض جافة. أو إذا أن نفسها ديزرت الصحراء هل هي موجود بالنص أنه في صحراء طيب يعني في أمر هلا بدنا نذكر أنه ما بالضرورة يكون الكلمة موجودة بحرفيتها ممكن يعطيك نفس المعنى ويكون صح هو مثل دراي لاند أرض جافة يعني هي نفس الصحراء تمام طيب أربعة The landscape المشاهد is adorned المناظر is adorned تتزين with beautiful flowers بزهور جميلة in أي فصل summer ولا fall ولا spring yes آية تفضل يا آية yes آية summer لا بالسمر بالصيف تتزين هي ولا بأي فصل فصل شو الربيع ما هيك إيه فصل الربيع فصل الربيع إذن سبرينج أو سبرينج تايم وقت الربيع نفس الأمر طيب السؤال الخامس The coastal plain السهل الساحل enjoys يتمتع بكولد بارد ولا كلاودي غايم ولا كايند لطيف كلايمت مناخ and rich fertile soil وتربة خصبة غنية يس محمد إيش بيتمتع يا محمد ده خصبة غنية بس ما صار رسول عندي مو غ... لا نحن عم نقول ما في خصبة هون cold بارد مناخ بارد cold ولا cloudy غائم ولا kind لطيف استاذ kind then kind احسنت kind لطيف اخر شيء kind احسنت excellent اوكي طيب هاي بالنسبة للتمرين الاول ناخذ تمرين ثاني ايضا حول النص ناخذ تمرين اخر يس اوكي نفس المبدا many of the animals live in العديد من الحيوانات تعيش في near قريبة ولا far بعيدة ولا close قريبة ايضا places اماكن العديد من الحيوانات تعيش في اماكن شو قلنا استاذ بعيدة مين قال بعيدة yes in english نعم استاذ near then far احسنت يا اسراء اذا far بعيدة far طيب 2 in the mountains there are في الجبال يوجد cats ولا tigers ولا wolves شو في بالجبال
شو بيعرفنا يا أستاذ في الجبال؟ حسب النص، بالنص شو في؟ يس غزالي، في عنا كاتس قطط، ولا تايجرز نمور، ولا وولفز ذئاب؟ لا أستاذ. أستاذ. يس حلا. أستاذ وولفز. أستاذ وولفز. وولفز، أحسنتي، إذا وولفز. طيب ثلاثة، لاتاكيا is the best place for. اللاذقية هي المكان الأفضل لي. Eating apples، أكل تفاح مثلاً، ولا exploring the sea، استكشاف بحر، ولا visiting the desert، زيارة الصحراء. شالي شو رأيكم؟ نعم أستاذ. يس. نعم أستاذ. بدنا طلاب تانين يعني صراحة. ريم، يس ريم، تفضلي. بي. بي، excellent، أحسنتي. Exploring the sea. آخر شيء، هلا Syrians have، السوريون لديهم. Rich، غني، ولا poor، فقير، ولا both A and B، يعني كل من A وال B. Tradition، تقليد. تقليد شو، غني ولا فقير؟ of handicrafts، من الحرف اليدوية. مين ما شارك اليوم؟ yes. أستاذ أنا. تفضلي. أنا ربا. ربا تفضلي. أستاذ الجواب الأول. أحسنتي، إذا ريتش، ريتش تراديشن، إذا تقليد غني، أوف هانديكرافتس، من الحرف اليدوية. أوكي طيب، آخر تمرين هلا، بي عندي تمرين بسيط رح نحله بشكل سريع. آخر تمرين، يلا. Choose two of the underlined words in the text. إذا هذا السؤال نفسه بيجيكم، لكن أنا اخترت مجموعة من الكلمات من المرادفات. هلا عندكم كلمة wonderful، رائع. Site، موقع. Boring، ممل. Zones، مناطق. كوستال، ساحلي. واجريكالتشرال، زراعي. نبدا باول كلمه، سي سايد. شو يعني سي سايد؟ بجانب البحر. مع اي كلمه برايكم هون؟ مع اي كلمه، وندرفول ولا سايت ولا بولينج ولا كوستال ولا زونز؟ كوستال اجريكالتشرال. يس محمد. يس محمد. استاذ الاولى، وندرفول، رائعه. هلا كوستال ساحلي، طيب والله ما بعرف شو معناته يعني. لا اقول لك سي سايد يعني جانب البحر، مو هو نفسه كوستال ساحلي؟ هاي الكلمه. اوكي كوستال ساحلي. طيب فارمينج، استاذ احنا بدنا نحط المرادف. مرادف طبعا، مرادف. انا جبت لك هلا الكلمات اللي تحتهم خط وحطيناهم هون. اوكي بتمرين لحالهم. فارمينج، زراعه. معي كلمه، اسراء تفضلي. اسراء. استاذ بورينج. بورينج ممل. هلا الزراعة تعني بورينج؟ لا. آخر شيء، آخر كلمة شو هي؟ أستاذ وندرفول. هلا أجريكالتشرال، زراعي. كلمة فارمينج زراعة نفسها هي كلمة أجريكالتشر أو أجريكالتشرال، زراعي. طيب كلمة بيوتيفول، جميل. مع أي كلمة بيوتيفول؟ نعم. يس ريم. وندرفول. Wonderful، أحسنتي. إذن wonderful، رائعة. طيب اللي بعده، place، مكان. place، مكان. yes. منطقة أو مناطق، شو بنحط هون؟ عفوا، place، مكان يعني موقع. موقع، نعم. yes. أنا. آية، تفضلي آية. لا مع اوكي بليس، مكان. نعم استاذ. يس. مين جاهز؟ تفضل اسراء. يس اسراء. استاذ سايت. سايت، احسنتي، موقع. طيب ارياز، مناطق. مناطق ايضا. غزالي تفضلي. ارياز، مناطق. يس. ربا تفضلي. يس اوكي. طيب لا توقفونا بس عشان الوقت، ما بدنا يعني ننهي الدرس. يس. اذا areas، مناطق. محمد، يا محمد تفضل. يا محمد. يس. استاذ زونز. زونز، احسنت. اذا زونز، مناطق. طيب اخر شيء، ان انترستينج، غير ممتع. غير ممتع عكسه شو هو؟ بورينج. نعم بورينج، ممل. اوكي هيك بكون طلابي انتهى درسنا اليوم ان شاء الله.
فبكون أنهينا هذا النص، نص سوريا وبعض التطبيقات حول هذا النص.